من عاصمة الخبر، إليكم ما يحدث حول العالم. قوات أمريكية تشارك في عملية استعادة محتجزي نصيرات. الاقتحامات تستمر في الضفة الغربية، وتفاقم التوتر الأمريكي الروسي بسبب النووي. جيش الاحتلال لم يكن المسؤول الوحيد عن عملية النصيرات، هذا ما أكدته وسائل إعلام أمريكية التي أشارت لمشاركة قوات من الولايات المتحدة الأمريكية والمتواجدة في إسرائيل في عملية إطلاق سراح 4 محتجزين إسرائيليين في مخيم النصيرات بقطاع غزة. كارثة إنسانية شهدها مخيم النصيرات بعد الهجوم الكاسح، إلا أن هذه العملية لم تمر دون خسائر في صفوف الاحتلال بعد إعلان الشرطة الإسرائيلية مقتل أحد القادة متأثراً بجراح أصيب بها خلال العملية. الفصائل الفلسطينية تواصل تحركاتها بعدما أعلنت استهداف طائرة أباتشي بصاروخ سام 7 شرقي مدينة رفح الفلسطينية، بينما فجرت حقل ألغام في قوة هندسة تابعة لجيش الاحتلال شرقي المدينة الفلسطينية. الحال لا يختلف كثيراً في الضفة الغربية عن قطاع غزة بعد إعلان إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح وكسور خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوبي أريحة بالضفة المحتلة، بينما نفذ الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش لعدد من المنازل ولم ينقطع دوي الرصاص الحي وقنابل الصوت. وفي خطوة تصعيدية جديدة ضد روسيا، يدرس الناتو تعيين مبعوث دائم جديد لأوكرانيا مقره كييف، بينما أكدت وسائل إعلام أمريكية أنه من المتوقع الكشف عن هذه الخطوة في قمة الناتو المقبلة بواشنطن. تحركات جديدة وزيادة واضحة في التوتر الأمريكي الروسي بسبب التلويح باستخدام السلاح النووي، فبينما أعلن الرئيس الروسي إمكانية تغيير العقيدة النووية لبلاده مع الحرب المستمرة مع أوكرانيا، أعلنت أمريكا عزمها نشر المزيد من الأسلحة النووية الاستراتيجية في السنوات المقبلة. وبعيداً عن الحروب والصراعات، وفي العاصمة الإيطالية روما تسببت موجة الحر الصيفية في ظاهرة غزو الفئران السنوي، لتشهد سنوياً هجوماً من ما يقرب عن 7 ملايين فأر.